تنضم إلينا من اسطنبول مراسلة التغيير، يعني من هناك مروة السوادي، لتطلعنا على كل ما هو متوقع في خطاب الرئيس التركي أردوغان، خطاب النصر الرسمي في أنقرة. مروة، ما المتوقع؟ هل يعلن في خطابه عن ملامح سياسة داخلية أو خارجية أيضا؟ نعم، أهلا بك. يمكن أن نقول الآن بعد فرز 99% من الأصوات، يمكن القول بأن الفائز هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2023. إذا أردوغان ربما أو بالتأكيد سيحسم الجولة الثانية أمام منافسه كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف الشعب المعارض. إذا تمكن أردوغان من حسم الجولة الثانية من الانتخابات، وقبل قليل خرج أردوغان من سكودار من على مضيق البسفور بخطابه وشكر الشعب التركي. إذا بعد 20 عاما من قيادة حزب العدالة والتنمية، وبعد تحول النظام تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي الذي أقره الرئيس التركي والذي طالب بالتصويت عليه في مجلس النواب، إذا من اسكودار خطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكانت طبعا النتائج مبكرة، وكانت من ضمن المتوقعات بأن هذه الانتخابات أو النتائج ستعلن مبكرا، لأنها انتخابات رئاسية فقط على خلاف ما جرى في الجولة الأولى التي كانت رئاسية وبرلمانية. أيضا الاحتفالات كما ترين، الاحتفالات بدأت في البلاد وخصوصا هنا في اسطنبول في منطقة باشك الشهير. إذا ترين خلف هناك احتفالات كبيرة. إذا في خطابه الآن رجب طيب أردوغان شكر الشعب التركي الذي منحه هذه الفرصة لتحمل مسؤولية تركيا والشعب التركي، أضاف قائلا ثلاثا باي 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 جمال، وخذ به كليتشدار أوغلو.